السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حلقات الدوران، نأتي إلى جملة الدوار. نفتح برنامج جديد Ctrl Shift N Console Application، نسوي دوار. أوكي، مباشرة نأخذ برنامج. خلينا نوضح سياق دو وايل. دو وايل هو عبارة عن، يعني أخذنا جملة الوايل، جملة الوايل هو تنفذ الكونديشن مباشرة، تدخل إلى حلقة دوران من خلال إندكس معين. الدو وايل هو على الأقل ينفذ لمرة واحدة، يعني الدو عندما تعمل على دو راح يتنفذ ومن ثم يبدأ التحقيق، ولهذا على الأقل لمرة واحدة يتم التنفيذ. لو نجي هسه ننفذ برنامج معين، نقدر نفتهم مفهوم الدو وايل. ناخذ برنامج وهو العمليات، حيث ناخذ الرقم الأول، الرقم الثاني أيضا يتم إدخاله، وندخل العملية اللي نريدها، مثلا عملية الطرح، عملية الجمع، والبرنامج مباشرة يقوم بالعملية الجمع أو الطرح أو الضرب، ويدخل بالوايل الى ما لا نهايه، لحين يتوقف على بريك معين يتوقف. ناتي نعرف لويد فيرست، اوكي، نعطي انشالايز، وسكند نعطي ايضا انشالايز، اوكي. نعرف اوبريشن، نعرف الاوبريشن من نوع تشار، هذا اللي هو راح تدخل من خلال العمليات اللي نريد ندخلها، مثل الضرب والطرح، عمليات ارثمتيك. نعطي طبيعي قيمة، نعطي صفر، يعني قيمة فراغ سبيس، اوكي، انيشاليز. اذا عرفنا اثنين متغيرين، القيمة الاولى والقيمة الثانية، وعرفنا الاوبريشن العملية اللي راح ندخلها، كل هذا يدوي راح يتم ادخاله. نوضح للمستخدم العمليات اللي ممكن ان يستخدمها. ممكن ان نقول له console writing، اوكي، ونقول له هنا مثلا عملية الجمع نسويه بشكل حلو، the addition، اوكي، ورا يجي عملية كونسول رايتن، عملية الطرح اللي هي سب، اللي هي سب تراكشن، اوكي، سب تراكشن، اوكي. وراي انتي الى عملية multiplication، عملية الضرب، اوكي، عملية الضرب. هاي كلها توضيح للمستخدم، فاللي يعرف اي عملية يدخل multiplication، multiplication، اوكي. ورا ناتي الى عملية division، وهي عملية القسمة، اوكي، عملية القسمة division، اوكي، division. هاي العمليات الطبيعية، عملية لانهاء برنامجنا. راح تكون الوايل عبارة عن حلقة دوران ترو، تستمر لحد ما يدخل بريك معين وهو الكويت، يعني النهاية. فنقول له أيضا المستخدم إنه إذا تريد أن تنهي البرنامج ممكن أن تدخل حرف Q، أوكي، for finish، أوكي. إذا هسه راح نظهر للمستخدم مباشرة العمليات بالكامل، عمليات اللي ممكن يدخلها المستخدم. ممكن نعطي ايضا جمالية اكثر، رايتن
نسوي فقط. اوكي ممكن نغير الخط بحيث نسوي الخط هذا من نوع كونسول عندنا فورجن فورجن كلر كونسول فورجن كلر يساوي يعطيني مباشرة كومبايلر كونسول كلر نقدر نختار مثلا جرين اوكي مباشرة راح يطلع لي اللون الاخضر في المعلومات اوكي والراجعة للون الابيض الاعتيادي عفوا هسه راح يبين لك عندما نقدر عندما ننفذه راح يبين لك هذا الشغل اوكي راجعة للوايت نجي ننفذ هذا السورس كود راح نشوف يطلع لي مباشرة العمليات اللي ممكن ادخلها المستخدم نعم كونسول اللي انا سويناه ولهذا ما قدرنا نشوفه كونسول كونسول ديزاين ننفذه نشوف انه طلع لي باللون الاخضر طلع لي جميع العمليات اللي ممكن استخدمها المستخدم ممكن يسوي عمليات طرح ضرب بالجميع ممكن يكويت ينهي البرنامج اوكي لازم البرنامج يكون واضح للمستخدم بحيث يتم قراءة المعلومات ومن ثم ينفذ الخيار اللي هو يختاره اوكي نبدي بالمفهوم دو وايل دو وايل وايل اوكي السياق هو ينكتب هذا الشيء دو اوكي والوايل مالته الدوائر هو على الأقل يتم تنفيذ معلومة معينة ومن ثم يتم التحقق من الكونديشن. إذا بالحالة كان الوائر عندنا إنه ننفذ إنه يتحقق من الكونديشن ومن ثم يتم تنفيذ العمليات. لا. في الدوائر على الأقل يتم تنفيذ عملية واحدة ومن ثم يتحقق من الكونديشن. إذا الكونديشن فولس مباشرة يخرج بعد ما يسوي أي تكرار للحلقة. لكن إذا الكونديشن ترو فيستمر تنفيذ دو. إذن على الأقل ينفذ ولو مرة واحدة ومن ثم يتحقق من الشغل هذا شغله بدو وايل بدو على الأقل راح ندخل إنه راح يدخل المعلومات ومن ثم يتحقق من الوايل أوكي فندخل المعلومات عندنا كونسول كونسول رايت ندخل أول شيء الرقم الأول قيمة الرقم الأول first enter first فاليو اوكي اخو اسمه كولن نهايه الجمله انستراكشن كونسول كونسول ريد لاين اوكي ندخلها طبيعي بالفيرست تغيير الفيرست فيرست يساوي طبيعي انت دخلت فلويد فلازم تسوي لازم تسوي كونفير نستخدم فلويد بارس هو اسهل لي نخلي بين قوسين الكونسول ريجلان اوكي دخلت القيمة الأولى نجي على القيمة الثانية كونسول رايت بيس او انتر سكند فاليو و سكند نسوي فلويد parts ندخل الادخال كونسول ريدلاين اوكي دخلت العمليه الرقم الاول الرقم الثاني راح ندخل العمليه هنا كونسول رايت هنا انتر اوبريشن اوكي الفاليو هذا يكون واضح لنا الاوبريشن راح يجي ثانيه بنمشي اوبريشن يساوي لي char parse ندخل هنا العمليه كونسول ريد لاين الحاله انا سويت دخلت القيمه الاولى دخلت القيمه الثانيه ادخلت العمليه اللي اريد ان استخدمها اللي هي معلومات وضحت مبدئيا بدايه البرنامج يأتي يدخل هاي المعلومات وراح تبدي عملية العمليات الرياضية طبيعي احنا مثل ما تعلمنا الأول هنخليه هذا بتراي تراي تراي
كاتش. ليش كنا احنا نسوي هذا الشيء؟ خلي خاف اذا دخلت في حاله دخلت تبدال رقم حرف مباشره يظهر لك خطا. كونسول رايت من هاي الامور كلها اخذناها مسبقا بدروس السابقه. هنا انا بليز بليز انتر كوريكت دا اوكي جيد. اذا راح يدخل المعلومات البدايه ومن ثم يدخل في حاله تراي صحيح كله الادخال مباشره يعبر الكاتش، لكن اي خطا بالادخال يدخل الى الكاتش ينفذ المعلومه هاي اوكي. اذا اول ما دخلنا المعلومه دخلنا مثلا العمليه عمليه الضرب لازم يجب ان تجرى عمليه الضرب فندخلها حلقه دوران السويتش. ليش؟ لان انت عندك عددين عندك عمليه يجب ان تختار احدى العمليات الرياضيه اللي انت اختاريتها مسبقا اختار واحده منهم لان لازم تدخل عمليه سويتش حيث يختار اي من العمليات انت اللي اختاريتها. يعني نقول سويتش ونخلي هنا الاوبريشن اوبريشن في الحاله ايش راح يسوي؟ دخلت عمليه الضرب راح يتاكد البرنامج اي عمليه انت دخلتها مثلا اذا دخلت الاوبريشن مره راح يدور على عمليه الضرب هنا لقاها ينفذها مباشره. نلاحظ هنا هذا الشيء كيس كيس ايش عندك انت؟ عندك اول عمليه هي الجمل اوكي كونسول رايكلين ونجي هنا نقول الفيرست ممكن نذكر الفيرست زائد الفيرست زائد عملية الجمع عملية الجمع هنا زائد السكند زائد يساوي لي اوكي زائد الفيرست جمع السكند. الافضل تحطها بين قوسين لان عملية الجمع لو تلاحظ مشابهة لعملية جمع السنتكس الخاص بالكونسول رايتر فتخلي بين قوسين افضل. تخلي عملية بريك اوكي خلي يوقف الخيار مباشرة اذا اختار الجمع حيدخل السويتش يدخل الاوبريشن. هل هو جمع؟ نعم جمع ينفذ لي اذا عملية الكونسول يسوي لي بريك ويطلع لي من السويتش لان تمينا عملية عملية الجمع. نجي نمسخ هذا للسهولة نسخن ونطبقه. شو عندي يعني هنا؟ عندي كونسول رايتن عندك عملية هنا الناقص اوكي تستبدل هنا ايضا بالناقص والعملية تستبدل ايضا بالناقص اوكي. عندك عملية المالتيبليكيشن عملية الضرب تستبدل وعملية القسمة. اوكي من جميع العمليات الخيارات اللي احنا اختارينها مسبقا تم تنفيذ عملية السويتش. وايضا عندك بعد كيس ثالثة وهي الكيو اللي هي انهاء البرنامج. اوكي بريك. ناتي للكيو شلون نقدر ننهي البرنامج بما انه الوايل انفينيتي راح تستمر اذا يجب ان يكون شيء يوقفه. اذا نقدر نختار متغير من نوع بولياني بولياني تسميه كويت اوكي نعطيه فولس. شنو هذا البولياني؟ ايش راح يسوي لي؟ بولياني هذا مباشرة عندما نختار الكيو والسويتش يجي لي الكيس الكيو راح يدخل يسوي لي الكيو مباشرة يسويها ترو اوكي. اذا الكيو اذا سويها ترو راح يجي للواير يتحقق هل هي ترو؟ اذا نسوي لها فولس اطلع فينش. اذا الكيو هي فولس كل ما يجي هنا في عادة السويتش مثلا اختار عملية الجمع طلع من السويتش مباشرة اجى يتحقق من الكيو الكيو لقاها هي فولس لم تتغير الكيس هاي فالكيو هي فولس نفيها ترو اذا استمر.
حلقة دراسة تمام. لا جيت أنت ودخلت بالأوبريشن دخلت كيو، راح يجي مرة ثانية السويتش أوبريشن كيو يتحقق من البلاس يتحقق من الناقص والضرب والقسمة، كل هذا ما يدخل يدخل إلى الكيس الكيو الكويت يسويها ترو يحولها كان فولس يسويها ترو يسوي البريك يدخل يتحقق من الكيو. هي عبارة عن ترو يعني تحولت هنا اذا ان فيها تصبح فولس بالحال الوايل راح يتوقف الكونديشن راح يتوقف اوكي. اذا هذا يساعدنا انه الكونديشن يتوقف عندي. اذا العمليات هنا راح تنطبق بدون مشكله. عندك الديفيولت في حاله العمليه ما دخلت لا موجب لا ناقص لا ضرب لا كيو، فالديفيولت راح يخدمني الديفيولت راح يخدمني كونسول رايتمن اوكي. ممكن نجيب خليها من الجملة ان المعلومات دخلتها تل صحيحة اوكي على بريك اوكي. ممكن ايضا الديفيولت ايضا نتلاعب بالتغيير مالته يعني في حالة الخطأ يطبع لي مباشرة كونسول فور جيم كلر يساوي لي ريد يعني انه بحالة انه هو خطأ اوكي. جعل الجمالية لاجل المستخدم ان يعرف ان هذا خطأ. ممكن إذا نضيف له سلاش اي اللي هو يطلع لي بيب يعني يطلع لي صوت خطأ بس 100% إذا أنت حولت للريد لازم تراجع مرة ثانية تراجع مرة ثانية للوايت لأن مرة ثانية راح يصير نيكست اللون لازم يرجع وايت أوكي. هذا الشيء ممكن أيضا تسويه هنا كونسول فور بين كلر تساوي لي ريد اوكي ويرجع مره ثانيه كونسول فور كلر يساوي لي وايت اوكي. هنا ايضا نسوي له بيب بدليل ان نعرف ان هذا الخطا اوكي. ممكن ننفذ البرنامج ننفذه نلاحظ ان كونسول طبيعي احنا عندنا خطا ليش؟ لان لازم تخلي بين قوسين لان هي اكثر من جمله فالديفيولت لازم تخليها بما انه اللي ينقص. وايضا اكو خطا انه ها البريك البريك لازم يصير بالنهايه فتتنفذ الجمله جمله الوايت اوكي. اذا بهالحاله سويت انا البرنامج اولا دخلت المعلومات الرئيسيه ورا ما دخلت المعلومات الرئيسيه خليت المستخدم يدخل الرقم الاول الرقم الثاني ومن ثم الاوبريشن اللي هو يريده جمع طرح خليته داخل تراي صحيح صحة لا يوجد أي خطأ يذهب مباشرة للسويتش. إذا عملية الطرح راح يجي يدور على عملية الطرح لقاها عملية الطرح ينفذ عملية الطرح أوكي. يأتي مباشرة للوايل الوايل هي فولس إذا النفي ما ترو إذا راح يستمر يرجع مرة ثانية للدو ينفذ التراي أوكي. أي خطأ بالتراي راح يلحق الكاتش هنا ينفذ الكاتش اوكي. يذهب مباشرة الى الوايل فولس سيترو يستمر بدون اي مشكلة. ننفذ هذا البرنامج خلينا نشوف الشغل مالته كمبايل ارن سيحول السورس كود انتظر الشاشة السوداء اوكي. اول ما ظهر لي العمليات الرئيسية ندخل الفيرست فاليو ندخل مثلا 2 ندخل السكند فاليو 3 ندخل العملية مثلا الجمع يطلع لي العملية 2 زائد 3 5 بدون اي مشكلة. ندخل العملية مرة ثانية 6 العملية الثانية 2 ندخل مثلا عملية القسمة يطلع لي 3 مو بدون اي مشكلة. ندخل مثلا حرف بدل الرقم نقول له انتر مباشرة ليز انتر كوركت داتا اوكي ليز انتر كوركت داتا. طب يطلع لي هنا 6 تقسيم 2 العملية المسبقة طلعت لي هنا هسه راح نحل هذا الشيء. ندخل مثلا عملية ثانية 2 ندخل 3 ندخل هنا كويت نهاية البرنامج مباشرة اوكي بدون اي مشكله.
إذا الكويت تنفذ ولا أظن الجملة إنه نفذ أول تنفيذ التراي نفذ ومن ثم دخل السويتش نفذ عملية الجمع بدون أي مشكلة واستمر عندما دخلنا الكيو مباشرة نفذ لي الأمر إنه الكيو هو ترو بما أنه تم تغييره هنا من خلال الفلاج فصار فولس وايل انكسرت الوايل وخرجت من حلقة الدوران أوكي أوضح. نجي هنا طبعا هنا اكو مشكله صغيره انه في حاله انه دخلت عمليه خاطئه راح ينفذ لك الاول وراح ينفذ لك الديفولت يعني لو لاحظ هنا نفذ مره ثانيه خلينا نشوف شنو الاخطاء راح تصير يعني إذا دخلنا مثلاً 2-3 دخل هنا عملية مثل Q العفو Q ينهي البرنامج لا لو ندخل أي حرف ثاني نشوف الديفيول بدي يشتغل حسب لاحظ من Q شغال بدون أي مشكلة هذا هو الكاتش إذا نفذ الكاتش يعني تراي إذا طلع بأي خطأ راح ينفذ الكاتش فالحا إذا نفذ الكاتش مين يحتاج أن يدخل للسويتش مو يعني كل أحوال حتى لو نفذ الكاتش هو كل أحوال راح يدخل للسويتش هذا أيضا يعني ما له داعي أن يدخل للسويتش فأيضا راح نحل هاي المشكلة من خلال طبيعي في الشرطة نفذ البرنامج مرة ثانية هلا لاحظ أكثر الاستخدام نشوف 3-2 العملية مثل F قبل ليس انتر كوركت اذا الديفيلت شغال بدون اي مشكلة جينا مثلا 2 اوكي هنا مثلا T مباشرة ليس انتر كوركت ظهر ليش مرتين يعني الاولى ظهر الكاتش التراي انكسر دخل الى بلوك الكاتش ومن ثم دخل السويتش ونفذ الديفيلت ليس انتر كوركت حل هاي المشكلة لاحظ تكرر مرتين المشكلة هاي نحلها من خلال نستخدم الاف بحيث اذا دخل الكاتش ما يحتاج ان يدخل لوكال سويتش ما يحتاج مباشرة ان يذهب ويعيد حلقة الدوران مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة الحين ما يجد الغاية من الصحيحة اذا نستخدم الاف الشرطية ونستخدم ايضا متغير بوليان نسميه فلاج هذا البوليان راح يتاكد يتغير البوليان هذا في حاله اذا دخلت الكاتش يغير قيمه يعلم الاف الشرطي بانه تم تغيير القيمه اما يكون ترو بحيث يدخل السويتش واما يكون فولس بحيث ما يدخل السويتش اوكي فنعرف متغير اسمه ايضا بولياني شلون حلينا مشكله الوايرل نقدر ندخلها من خلال البولياني نعرفه نسميه فلاج سوينا ايضا فولس قيمته اوكي ونجي نسوي اف شرطيه قبل سويتش اف نقول لها فلاج اوكي فلاج النفي مالته اذا هو فولس اذا ما دخل الكاش هو يبقى فولس النفي مالته هو يدخل السويتش بدون اي مشكله ايش وقت ما يدخل لا يدخل السويتش في حاله انه الفلاج اجى ترو النفي ترو فولس ما يدخل السويتش هنا احنا ورا مباشره ما مباشره نقول الفلاج يساوي ترو طبعا البولي انا راح استخدمها بكثره خاصه يحل لك هاي الامور المعقده يحل لك يعني استخدم فلاج معين يتم تغيير يغير الحاله حاله معينه عندما تتغير يعني اسلوب الاسلوب عندما تريد تغير اسلوب او تغير اختيار تم استخدام البوليان الفلاج خلي يغير لك هاي الحاله بالاعتماد على حاله ثانيه اذا انت في حاله الكاتش دخل الى لوكال كاتش في حاله خطا دخلت معين مباشره راح يسوي الفلاج ترو بس هو الفلاج ترو بالحاله ما راح يدخل للسويتش اذا لو لاحظ هنا
اخلي هذا كله داخل السويتش. اوكي بالحالة الفلاج ما راح يدخل. الفلاج لازم ايضا ارجعه فولس. ليش؟ لان حلقة الدوران بس يرجع راح يحتفظ بالانت فراح يسبب لي مشكلة. فالفلاج ارجع القيمة الاولية وهي فولس اللي ما يسبب لي مشكلة. هتقول ليش انت الكيو ما رجعت القيمة؟ مو الكيو راح ينهي البرنامج، انتهى الوايل، انتهى فينش البرنامج فينش. لكن الفلاج عندما يقطع مالته قيمته ويدور دورة حلقة جديدة راح يسبب لي مشكلة 100%. فإذا الفلاج أرجع القيمة الأولية انيشاليز وأخليه يدور مرة ثانية دوران بحيث يكون صحيح بدون أي مشاكل. إذا لو نلاحظ هسه ننفذ هذا البرنامج راح نلاحظ إنه راح يعمل بشكل صحيح. الإيثار راح يطلع مرة واحدة عندما يدخل الكلتش راح يطلع لي مباشرة بدون أي مشكلة. ننفذ البرنامج. اوكي بارك جميع العمليات بدينا انتر فيرست فاليو 3. اول شيء نعم بليز انتر كوركت داتا لاحظ. اوكي اول واحدة لست انتر قبل الثلاثة مباشرة طلعت لي بليز انتر كوركت داتا، طلعت لي خط واحد اذا ما تنفذ الديفيرو. ندخل هنا أربعة، ندخل عملية القسمة ماكو أي إشكال، ندخل اثنين، ندخل إي، لاحظ إنه طلعت لي مرة واحدة، إذا ندخل بلوك الكاتش من هذا إحنا فين نفتهمه، دخلنا إلى تراي، سبب لي خطأ هنا لأن دخلت السكند فاليو دخلتها حرف، ذهب لي مباشرة إلى الكاتش، دخل لي إلى بلوك الكاتش، سوى الفلاج ترو وكان فولس. وطبع لي الجملة مع التنبيه، دخل إلى الإف فالفلاج هو ترو لأن تم تغييره بالكاتش، نفي محتوى فولس، إذا ما راح يدخل للإف اللي هي داخل السويتش، ما راح يدخل لها أبدا، يأتي ويرجع الفلاج إلى فولس، أوكي، ويجي إلى جملة الوايل، تأكد هل الكويت هي فولس غيرت، إذا هي ترو. إذا يرجع مرة ثانية للدور حلقة دوران دور دوران جديد. يدخل القيمة الأولى والقيمة الثانية وهكذا يستمر. في حالة إنه إحنا دخلنا قيم صحيحة. أوكي جمعناها. لاحظ إنه يدخل لتراي نفذ بشكل جيد. يدخل إلى الإف. الإف هي فولس ترو. إذا يدخل للسويتش. الأوبريشن هو عملية جمع راح ينفذ السطر الأول. اوكي ويعمل بريك ويجي مرة ثانية الى الوايل يشوف ان الكويت هي فولس النفي مال ترو يرجع مرة ثانية بدون اي مشكلة. اوكي دخلت هنا مثلا واحد اخر دخلت كيو راح ينهي البرنامج مباشرة. اوكي الكيو راح يجي مباشرة الكيو ينفذ انه يجاني هنا هنا راح يدخل للترو الـ try ينفذها يدخل إلى الـ if ينفذها يدخل إلى switch ينفذها يبحث عن الكيس المعين هل هي جمع هل هي طرح هل هي قسمة. لا الكيس هي Q. إذا بما أن الكيس هي Q يدخل لي الكويت سويها 2 break يأتي إلى مباشرة إلى يأتي طبيعي إلى الفولس يسوي عاد الفلاج فولس يأتي إلى الوايل 2 نفي الترو هو فولس ان الوايل ينكسر يطلع مباشرة الى خارج حلقة دوران الوايل والدو. لو نلاحظ ان الدو وايل يتنفذ على الاقل لمرة واحدة يتنفذ على الاقل يتنفذ هذا لمرة واحدة ومن ثم يأتي يتحقق من الوايل. اوكي بعكس الوايل يأتي يتحقق بالبداية يتحقق من شروط ومن ثم يدخل الى الشروط. لا الدو وايل ينفذ لمرة واحدة على الاقل ومن ثم يدخل يتحقق من الشرط. صحيح الشرط يعيد الكره نيكست، خطأ الشرط يطلع مباشرة، لكن رغم هذا طبع هو مباشرة طبع بدون أي مشكلة. إن البرنامج واضح المعالم من حيث نعم. الحلقة الجاية إن شاء الله ندخل إلى موضوع الفور. أوكي ناخذ تمارين أكثر على الفور، أيضا حلقة دوران الفور. افتهمنا الوايل وافتهمنا الدو وايل
برنامج جدا بسيط، اوكي ما بيه اي مشكلة. اوكي نذكركم ان شاء الله بالحلقة القادمة.